صباح الأسرة رفقة سعيدة على ميديا. من جديد ورحب بكم معنا مستمعينا في صباح الأسرة، ونتوقف اللحظة مع رسالة كوتش. وأكيد في هذه الرسالة دائما تسعدنا وتشرفنا فدوى القبسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. فكما هو معروف مستمعينا، يؤكد الخبراء أن الصوت الداخلي للإنسان هو نتاج العقل وليس حالة هلوسة، ولكن الصوت الداخلي قد يتحول في أمر مزعج ومقلق، وقد يتسبب في إصابة الشخص بمرض نفسي إذا ما تحول إلى مصدر للأفكار السلبية والمخاوف في نفس الإنسان. لذلك هل يمكن أن نجعل الصوت الداخلي صديق وليس عدو؟ وأكيد معلومات أخرى سنحاول التعرف عليها اليوم رفقة، كما ذكرت سابقا، الكوتش فدوى القبسي. صباح النور والسرور، أهلا بك أستاذة فدوى، مرحبا بك معنا في صباح الأسرة. صباح الخير والبركات، أنا سعيدة جدا بلقائي معكم، شكرا جزيلا. نحن الأسعد. إذن أولا أستاذة فدوى القبسي، نبدأ بالتعريف، ما هو الصوت الداخلي؟ يعني هل هو موجود عند كل إنسان أم فقط عند الإنسان الضعيف أو المريض بين قوسين؟ لا، هو الصوت الداخلي موجود عند كل إنسان، لأن الصوت الداخلي شنو هو؟ هو وسيلة من وسائل التواصل. يعني إحنا في التواصل عندنا نوعان، عندنا التواصل الخارجي لما كنتواصلوا مع الآخر، وعندنا التواصل الداخلي لما كنتواصلوا مع ذاتنا، وكلنا كنتكلموا مع ذاتنا. يعني هذا ماشي من باب يعني المرض النفسي أو يعني مشكل نفسي، ما بل هو شيء داخلي، لأن شيء عادي، لأن الصوت الداخلي شنو هو؟ هو ترجمة ديال هذيك الأفكار اللي كتدور في العقل، فهو صوت العقل. صوت العقل وصوت الضمير كما نقول. نعم، وصوت الحدس كذلك، لأن بعض الأحيان الصوت الداخلي لما كيكون إيجابي كنسميوه عادة بالحدس، يعني بحال الانتويسيون أو الحاسة السادسة، يعني ذاك الصوت اللي كيقول لك سير في هذا الطريق مثلا، أو قم بهذه التجربة إلى غير ذلك، واللي ما كنعرفوش نعبروا عليه يعني بالمنطق، ما كنعرفوش نقولوا بأنه ها علاش خديت هذا القرار، كيكون ذاك الحدس أو الصوت الداخلي هو اللي كيقولها لك. ولكن كيف ما تفضلتي في المقدمة، الصوت الداخلي غالبا كيكون سلبي، هذا هو المشكل هنا، يعني كيقدر يشكل يعني خطر على الصحة النفسية وحتى على يعني لو بيانات ديال الإنسان في اليوم دياله. إذن هذا الصوت الداخلي يمكن أن نقول عنه ضروري ونحن في حاجة إليه جميعا. هل نحن في حاجة إليه؟ إذا كان إيجابي طبعا، أما إذا كان سلبي فطبعا نحن في غنى عنه أكيد. أو لازم أننا يعني، وهذه رسالتنا اليوم للسادة المستمعين، أننا نعرفوا نتعاملوا معه باش نخليه يكون صديق لنا وماشي عدو. إذن كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أولا خصنا نعرفوا منين كيجي هذا الصوت الداخلي السلبي. كيف ما قلنا، هو صوت الأفكار اللي كتكون تدورنا في العقل، لكن لما هذه الأفكار كتكون تدور في حلقة مفرغة أو كتكون يعني على شكل تفكير سلبي عقيم، كيزيد التوتر، كيزيد القلق، كيزيد الخوف، كيرجع هذا الصوت الداخلي مشوش. لذلك كنسميوه الضوضاء الداخلية، ولا بالفرنسية كنسميوه لا روميناسيون، وبالإنجليزية كنسميوه overthinking، يعني الإنسان كيفكر بلا قياس. خصنا نعرفوا بأن هذا الصوت الداخلي كيرجع فخ، لأن فاش كيخلي الأفكار تدور في حلقة مفرغة وسلبية وكيرجع متعب، فكيرجع فخ كنطيحوا فيه بسهولة. وهو في نفس الوقت وهم، لأن كنتوهموا بأننا يعني كنفكروا في واحد المشكل باش نلقاو له حل، إلا أنه المشكل أننا، وبالرغم من الذكاء ديال الإنسان، لأن الإنسان ما شاء الله عطانا ربي واحد القدرة يعني خارقة، واحد الذكاء خارق، ولكن بالرغم من هذا الذكاء فكيجي داك الصوت الداخلي كيوهمنا، كيخدعنا، كنظنوا أننا كنفكروا بطريقة إيجابية، لكن شنو كيوقع؟ كنعيدوا الصياغة ديال المشكل أو نفس الفكرة بأشكال عديدة. فهنا كندخلوا في العقم ديال الفكرة، وهنا كندخلوا في الخدعة أو الفخ اللي كنطيحوا فيه. كنظنوا أننا كنفكروا في الواقع، في الواقع ديال المشاغل ديالنا ولا المشاكل ديالنا ولا الخصام ديالنا مع شي حد، ولكن في حقيقة الأمر
احنا كنصنعوا في الخيال. الخيال اللي المنبع ديالو شنو هو؟ يا اما المخاوف من المستقبل ويا اما الندم على الماضي. يعني شي حاجه وقعت لنا في الماضي مثلا تخاف منها مع شي حد وما كانش عندنا رده الفعل المناسبه في ديك الساعات، فكنبقاو داك الصوت الداخلي كيبقى يقول لنا لو قلتي كذا لو قلتي كذا لو قلتي كذا، فكنكون مثل الندم على الماضي شيء مضى. فلهذا خصنا ندركوا هذه المساله، ندركوا بان نفس هذا الفخ وخصنا ندركوها فاش تكون يلاه بدات. وهذا واحد الحل، انه الا خلينا الضوضاء الداخليه تستقر فينا كيولي صعيب على الانسان انه يفكت هذاك الصوت. اذا كيف يمكن ان نحرر هذه الافكار التي يمكن ان نقول عنها انها بلا معنى ويمكن ان تكون سلبيه ونطردها؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ الحل يعني اللي كيكون جذري واللي الابحاث العلميه بينات انه جذري في هذه المساله هو التامل، هو لا ميديتاسيون. لا ميديتاسيون كتساعد على تهدئه الفكر. علاش؟ لان اثناء فتره التامل الانسان تفكيره كيكون مركز او موجه الى فكره واحده اللي هي يا اما لا غيدونس ديال لا بارول اللي كتكون في التامل، ويا اما لما الانسان كيتامل غير بوحدو كتكون الفكره ديالو مركزه على التنفس العميق، على عمليه التنفس العميق. فهذا كيهدئ الفكر وكيسكت الصوت الداخلي. لاننا كنعرفوا بان ماشي الناس كاملين كيمارسوا التامل او ماشي الناس كاملين كيعرفوا يمارسوا التامل، فريتما يتعلموا كيف ما قلت لازم انهم يدركوا هذيك ويلاحظوا فاش تبدا هذيك الضوضاء الداخليه، لانه الى طولت كيكون صعيب على الانسان يفكها. فنحاولوا ندركوا فاش كتبدا، وهي غالبا كتكون في الليل مثلا فاش الانسان كيبغي ينعس، او لا كتكون في الاوقات اللي كيكون فيها الانسان بوحدو ما كيدير حتى شي حركه يعني. فمن بعد غادي نعطي واحد ثلاثه الاسئله اللي الانسان خصو يسال نفسه فاش يلقى راسو، فاش يدرك بانه الصوت الداخلي او الماكينه الداخليه راها خدامه شغاله. فالانسان يسال راسو ثلاثه الاسئله. اول سؤال يسأل راسو ملي بديت نفكر في هذا الامر مثلا ولا في هذا المشكل، واش قدمت شي حاجه فيه؟ واش لقيت له شي حل؟ واش غيرت شي حاجه؟ السؤال الثاني هو واش بدات كتوضح عندي الامور بقوه هذا التفكير اللي كنفكر؟ واش بدات كتوضح عندي الامور؟ وثالث سؤال هو واش كنحس بالراحه بما انني فكرت في هذا الامر مثلا لمده نص ساعه او ساعه، واش كنحس بالراحه؟ اذا كان الجواب هو لا لهذه الاسئله الثلاثه، معناه انني في وهم التفكير او في فخ الصوت الداخلي. فهنا كيتوجب عليا انني نعطي امر للعقل ديالي انه يكف عن الكلام. يعني الا كان بالامكان نتكلم جهرا ونقول ستوب، يعني كنعطي امر واضح وجدري العقل انه يحبس. من بعد غادي شنو غنديروا؟ غادي نحاولوا نخليو لو كور ديالنا الجسم ديالنا هو اللي يتحكم في العقل، لان عاده العقل كيتحكم في الجسم. احنا دائما كنقولوا هذه الفكره، ولكن هنا بامكاننا اننا نقلبوا يعني الايه فنخليو لو كور ديالنا هو اللي يتحكم. كيف ذلك؟ الا كان ممكن مثلا الا ما كانش الليل او الا ما كانش الانسان في مكان ما يقدرش يتحرك فيه، الا كان ممكن الانسان ينوض يحرك الجسم ديالو، يتمشى، يغير المكان، وغالبا المشي، لان هنا كذلك التجارب العلميه بينات ان 10 دقائق ديال المشي السريع كتخفف الضوضاء الداخليه، كتساعد في التخفيف منها. فنقوم ونتمشى الا كان ممكن. الا ما كانش ممكن نحاول على الاقل نحرك الجسم ديالي، واخا غير يعني نتمشاوها. الا مثلا كنت في المكتب ديالي ولا كنت بوطي، واخا غير يعني نتمشى واحد شويه غير اوتور دو مون بيرو ولا المكان اللي انا فيه، او ناخذ ورقه وقلم ونكتب كاع هذاك الكلام اللي كيقولوا لي داك الصوت الداخلي نكتبه، وما نفكرش في الصياغه وما نفكرش في الاسلوب الى غير ذلك، لان هذيك الورقه غالبا ما غنحتفظش ليها. نكتب كل شيء داكشي اللي كيملي عليا العقل ديالي. وهذا الحل هذا عنده جوج ديال الامور الايجابيه. اولا هو انني كنخوي عقلي، يعني جو لو ديشارج، نخوي لو سيرفو ديالي من هذيك الافكار اللي سيطرت عليه، لان العقل كيكون سجين او الفكره كتكون سجينه ديال المشاعر. فلما كنحرر الفكره من العقل ديالي فانني كنحررها من دوك المشاعر كذلك. هذا اول شيء. وثاني شيء لما كنقوم بعمليه الكتابه، وحبذا لو تكون باليد ماشي على الكمبيوتر، لما كنقوم بعمليه الكتابه فانا كنحرك يعني دي شوما نورونو عندي في العقل ديالي اللي كيخليوني وانا كنكتب، ولا كتبت من الكتابه يعني اليوم غدا النهار اللي بعده في نفس المشكل،
كنولي ندرك بان الكتابه ديالي فيها بزاف ديال الامور السلبيه، فلا واعيا كيولي الاسلوب ديالي كيتحول الى الى كلام ايجابي مفاده انني نلقى الحل او على الاقل نشوف المشكل من زاويه اخرى يكون فيها شيء من الايجابيه، لان ما غاديش نتقبل انني ندرك ان كلام ديالي كله سلبي. فاذا هاد هما جوج ديال الحلول، يعني ثلاثه الحلول الجذريين: التامل، المشي، والكتابه. وكذلك يسال الانسان نفسه هذيك الاسئله لما يدرك بانه تفكر في حلقه مفرغه، يسال نفسه هذوك ثلاثه الاسئله اللي تكلمت عليهم: واش حليت المشكل؟ واش وضحت لي الامور؟ واش حسيت بالراحه؟ واذا كان الجواب لا، الانسان يخدم الجسم ديالو. فهذو هما يعني الخلاصه ديال تجربتي مع ذاتي ومع نفسي، لان حتى انا كامل البشر كيوقع لي كذلك يعني هذا المشكل هذا في بعض الاحيان، وتجربتي كذلك مع الناس اللي كنشوفهم في الحصص، وكذلك يعني جراء الابحاث ديالي الى غير ذلك في هذا الموضوع، لان هذا المشكل ديال الصوت الداخلي مشكل يعني مطروح بشده في الحصص. اذا كل انسان عنده هذا الصوت الداخلي، وربما هناك من يتجاهل هذا الصوت الداخلي، لكن لا يمكن ان نلغيه تماما من الوجود. استاذه قبسي، لا يمكن ان نلغيه من الوجود، لا قدرنا نتحكموا فيه ونفكتوا الصوت السلبي، غادي للمرحله الثانيه هي اننا نحول هذاك الكلام السلبي الى كلام ايجابي. لهذا هذه هي المرحله الاهم هذا الموضوع، وتطوير ديال المهارة ديال الإصغاء للصوت الداخلي. نعم، فحنا ديك الساعات كنحولوا، لان كيف ما قلت بالكتابه بطريقه لا واعيه كيتحول الاسلوب ديالنا من اسلوب سلبي الى اسلوب ايجابي. هذا اول شيء. وثانيا لما كنحرروا الفكره من المشاعر ديال الخوف او الندم، فالفكره كتوضح لنا اكثر وكنوليو نشوفوها من زاويه اخرى. فهذيك الزاويه كتخلينا يا اما نلقاو الحل، يا اما غادي نقتنعوا بانه ماشي هو هذا الوقت المناسب لايجاد الحل. لان هذاك الضوضاء بعض الاحيان كتجي يعني كنبداو نفكروا اكثر من القياس لما ما كنتقبلوش انه في الوقت الراهن ما عندناش حل للمشكل اللي مسيطر على التفكير ديالنا، وكذلك كتجي كتعويض لرد الفعل. فاحنا غادي نقلبوا الايه، لما غادي نكتبوا غادي نحاولوا نشوفوا المشكل من زاويه اخرى، فاحنا غنقلبوا الايه بمعنى انه غادي نتوجهوا الى رد الفعل، غنفكروا برد الفعل، ما غنخليوش هذيك الضوضاء تعوضها. نعم، اذا كانت هذه الضوضاء وهذه الافكار تشاؤميه لهذا الصوت الداخلي للانسان، هل يستطيع ان يتحكم ويغيرها كما قلنا لوحده، ام هو دائما في حاجه الى من يساعد كاختصاصي او مدعم اخر؟ يعني هل يحتاج الى دعم ليتخلص من هذه الافكار التشاؤميه والسلبيه؟ إذا كانت هذه الضوضاء الداخلية مستقرة في الإنسان وكتضيع له يعني حياته ويومه إلى غير ذلك، يعني متواجدة بحدة، فلا بأس أن الإنسان يساعد نفسه بالتوجه إلى الأخصائي. علاش؟ لأن هذه الضوضاء لما كتكون حاضرة بشكل دائم كتقدر تكون مرتبطة بالألم ديال الاكتئاب، لأن هي كتكون مؤلمة وكتزيد من حدة الاكتئاب إذا كان الإنسان عنده بداية اكتئاب وهو ما حاشش به. فإذا كانت يعني موجودة بحدة وبشكل دائم، لا بأس أن الإنسان يعني يتوجه للاختصاصي، يا إما طبيب نفساني، يا إما كوتش، يا إما ثيرابيست، باش يساعدوا في هذا يعني توجيه ديال الضوضاء الداخلية إلى صوت داخلي إيجابي. وإلا يعني الناس بحالي بحال الاستاذه يعني يعني بحال يا ايها الناس اللي كيجيهم داك الصوت الداخلي لما مثلا كيكون عندهم مشكل ما مقلقهم، لما كيكونوا خايفين حزنانين ندمانين على شي حاجه، بعض الاحيان كيكون حتى الاحساس بالعار، الانسان كيحشم مثلا على شي مشكل او على شي عقبه ما قدرش يتحطها، فكيبدا داك الصوت الداخلي. احيانا اخرى كيكون داك الصوت الداخلي جاي من الرسائل اللي تلقيناها من المجتمع، من الاسره، ومن التجارب الحياتيه ديالنا اللي يمكن كانت فاشله فما تقبلناش داك الفشل. فإذا كان الصوت الداخلي كيجي مرة مرة ومتعلق بواحد المشكل ما، كنتبعوا هاد المراحل اللي عطيناهم اليوم، على كنتمنى أنها تساعد السادة المستمعين. لكن طبعا إذا ما استطعوش بهاد النصائح وهاد المفاتيح بوحدهم، ضروري يتوجهوا يعني الأخصائي،
وما ينجليش هاد المسألة دي الصوت الداخلي، لأن كيف ما قلنا تقدر تكون من بين يعني الأشياء اللي كتأثر على النفسية وتقدر تسبب في مرض نفسي، خصوصا مرض الاكتئاب. أكيد بعض الأحيان كتستولي هاد الأصوات الداخلية على الحياة الإنسان لدرجة أنه كيصعب أنه يسيطر عليها، فأكيد كيكون محتاج للدعم والمساندة والمساعدة. فأخيرا رسالة الكوتش. رسالة الكوتش كيف ما قلنا، هذه الضوضاء تخلي الإنسان يعيش يا إما في الماضي لأنه ندمان أو حزنان على شيء مضى، ويا إما في المستقبل لأنه خايف من التوقعات المستقبلية اللي كتمليها عليه ديك الحلقة المفرغة للأفكار. فرسالة للسادة المستمعين، عيشوا الحاضر وعيشوه بوعي باش تعيشوا بإيجابية، لأن الضوضاء الداخلية وهم، ماشي حاضر، ماشي واقع، ماشي وعي. فعيشوا الحياة بوعي، عيشوا الحاضر ديالكم بوعي، وحاولوا دائما تخرجوا من المشكل بأنكم إلا ما كانش هذا هو الوقت المناسب باش تلقاو له الحل، فنحاولوا ناخذوا شوية ديال المسافة مع ذاك المشكل بأننا نقوموا بأشياء أخرى، نشوفوا الأشياء الإيجابية اللي في حياتنا ونرجعوا لذاك المشكل لما يكون الذهن ديالنا صافي، وديك الساعات غادي نلقاو الحل بإذن الله، لأنه ما كاينش حتى شي مشكل من غير حل. وإلا كان ما كاينش الحل وكنشوفوا أنه ما كاينش الحل، معناه أن المشكل ما مطروحش بالطريقة الصحيحة. نعم أكيد، رسالة كالعادة مهمة ومفيدة للجميع، فباسم الجميع كذلك أشكرك الأستاذة فدوى القرسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. نهاركم مبروك أستاذة، إلى اللقاء. شكرا لكم. مع السلامة.